طبعا يسعدنا نكون متواجدين اليوم هنا مع اخواننا واهلنا يعني في دوله الامارات العربيه المتحده، مناسبه عزيزه عليهم وعلينا احنا، واكيد احنا دائما هذه المناسبات نحتفل يعني مع بعض فيها، وودنا نهنئ طبعا القياده وشعب الامارات يعني بهذا اليوم الكبير، ونتمنى دوم ان شاء الله العز ان شاء الله وطول العمر لرئيس الدولة طبعا وحكومته الرشيدة، وأكيد مثل ما قلت يعني هي فرصة نلتقي مع الإخوان هنا في الأشقاء من دولة الإمارات، ونتمنى إن شاء الله دوم لهم التقدم والازدهار. بلا شك دولة الإمارات العربية نبارك لها قيادة وشعبا، والعلاقات وطيدة بين البلدين، ونتمنى لهم إن شاء الله عام سعيد وكل عام وهم بخير. نهني الإمارات بعيدها الوطني، ونفرح بأن يكون حفل الافتتاح في صرح ثقافي في مملكة البحرين في هذا المسرح الجميل المواجه للمتحف. كل عيد والإمارات بألف خير وصحة وهنا، وكل شعوب المنطقة متألقين بالفرح الذي يزهو اليوم في كل بقعة من بقاع الإمارات والخليج بأكمله. والله نحب نهني شعب الإمارات وقيادة شعب الإمارات بهذا اليوم العزيز على الجميع، وبالمبارك إن شاء الله، ونجعله من الأعياد السعيدين إن شاء الله. ولا شك البحرين والإمارات بلد واحدة أخوان، وتجمعنا المحبة، وإن شاء الله دائما على المحبة والخير بإذن الله.